يقولون عن هذه العملية أن القياسات فيها مهمة جدا، لأن القياسات هي التي تجعل العملية دقيقة ونتيجتها مرضية للمريض. ده كل تأكيد طبعا في كل النوعين القياسات مهمة. وبعدين برضو حتة القياسات احنا بنقيس القطر والطول في الاثنين، مش حاجة اسمها بقيس القطر في نوع وقيس الطول في نوع تاني، القطر والطول في النوعين. في النوعين بنقيس قطر وطول، لازم نبقى عارفين القطر والطول بتاع المرنة قد ايه وبتاع الهيدروليك قد ايه.